السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناة زيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا، احنا في السوق الأسبوعي بقسم التادلة. هاد الخيرات تلوحوا ونوريوا الجالدة المغربية، الناس من المدن الكبرى بالمملكة المغربية. وكل مشاهد قناة زيتون المرجان في المكان، الله يحفظك. ان شاء الله غنجيو تلعب ان شاء الله، انا نجي تلعبك ان شاء الله ان شاء الله، اللحمة حمراء واخا غنجي عندك ان شاء الله. كما تشوفوا احنا في قسم التادلة هاد الخيرات كما قلنا نوريوها الجالية المغربية والناس من المدن الكبرى وكل مشاهد قناة زيتون المرجان في المكان والاحباب تونا. اهلا وسهلا بكم جميعا، فين ما مشينا الحمد لله تلقاو الاحباب تونا. هاد الخيرات تاعت اللحوم ما فيها لا شحماله والو، واللحمه حمراء كي غنشوفوا الثمن ان شاء الله شحال. ولي اول خطره شاف قناه زيتون المرجان يشارك معنا في القناه بابوني وجيل وخلي لنا شي كومنتير. تبارك الله هاد اللحمه ما فيهاش الشحمه كي تشوفوا معنا، تبارك الله هنايا في الاثنين تاعت قسمة تادلة، تبارك الله داكشي تاع الريجيم كي تشوفوا معنا هاد الخيرات. هادو هما الكزارة هنايا كي مرحبا ان شاء الله. واحد كيما تشوفوا الحباب تاعنا في مشينا تلقاو الحي سي احمد من تطوان اللي عطانا السكن في مارتين، شكرا له والعائله تاعته. ونحيوا احبابنا اللي ما بغاوش يذكروا سميتهم، تحيه كبيره الثقه تاعتهم فينا، الناس اللي ما بغاوش يذكروا سميتهم تحياتي ليهم، الثقه اللي داروا فينا الكبيره، وشكرا لهم وشكرا لكل مشاهد قناه زيتون المرجان. واتمنوا لكم كل عام وانتم بخير، والخيرات الحمد لله فين ما مشينا خاصه نصوروا لكم الجزاره. هذا راكي ان شاء الله. شحال تبيعوا هذا اللحم؟ 12 13 65 درهم باش كاين اللحم في السوق اثنين تادلة. هاد الخيرات تبارك الله ما فيها لا شحمة لا والو، وشي حاجة ريجي تبارك الله كي تشوفوا معنا هنايا تبارك الله. هنايا هاد الراجل مخير وهو باش بدينا في قسم التادلة اليوم، تبارك الله لا شحمه لا والو كي تشوفوا معنا، شي حاجه ريجيم وشي حاجه رفيعه ومعروف هنايا. هو في القنت هو الاول، هذا الرجل الثاني، هذا رجل تا هو رجل مخير. عبد الله مزرعة الاخوين، مزرعة الاخوين هنا المدينة، في المدينة في السوق في السوق في المدينة باش يجيو عندهم المشاهدين قناة زيتون المرجان اللي هما في تادلة الاحباب تونا او كانوا دايزين متادلة. اسمها سي زيتوني، اسم هاد الحانوت، الحانوت اللي تاع فام تربام، اسم سميه مزارة الاخوين، مزارة الاخوين وين ذابح شي لحمه حمراء تبارك الله كي تشوف. طب دي سي زيتوني مع دي مرغول تبارك الله، لا شحمه لا والو تشوفوا كاع هنا الدراري دايرين ما فيش الشحمه تبارك الله، وبرخص انت ما عندك لا شحمه وعندك الهبره تبارك الله. انا راه تنبيع ب 60 درهم، الطريقه تنبيع ب 65 عدو الغلا. عليتهم قلت زعما عدو الغلا. عدو الغلا. انا هذه الكوري. تبارك الله. هذه الوليدات. ما عندي ما نسالك. انا دير الناس. ديما تكون هنا في السوق؟ ديما. تبارك الله ديما تكون هنا في السوق، الخيرات اللحمه حمراء كي تنشوفوا مع احبابنا والناس القايه، هاد الخيرات هنايا. كما تشوفوا معنا تبارك الله هنايا في تربغي نقول قيسر هو هنا في تادلة قسم التادلة. نحيي احبابنا كل سكان قسم التادلة، ونحيي احبابنا اي مشاهد قناة زيتون المرجان. السي الزيتوني كل سكان المحل ديالنا الله في الثاني، هذا تبقى تاعكم هو ديالي تبارك الله تبارك الله. ازيا يوسف قدم لي راسك
هذا لحم الراس الكبدة الكلاوي تبارك الله هذا الخيرات. اش دير في السن سنان الحليب فيها لين سنان الحليب مع ديما نقول مع ديما نقول تبارك الله هذا الصديق تاعنا اللي عنده الحانوت في مدينة تادلة تبارك الله هذا الخيرات. شحال تتبيع هذا لحم الراس؟ 40 درهم. واش تتبيعه مخلط ولا وحده؟ بوحده. بوحده ما فيه لا شحمه لا ها سيك بوحده بحال ما الهبره تبارك الله. انت العظم تتحيدي ولا تخلي؟ والله هذه مع النساء راه تقرقب واحد العظم. او نحيدو. هبي انا قلت تقرقب. اشويه لا هذه ماشي مشكل غير بغينا نضحكوا مع صديقنا. نقول لك واحد هذا كبده بشحال؟ كبده بشحال؟ شحال؟ 70 درهم نص نص. النص شحمة والنص النص كبدة 14% غالية وحدها 24% ربح الله غير وحدها 2000 نقصت من 24% 100 درهم كاع والله غالية على المواطن بالنسبة للحضر خلها تبقى في الماعز غالية غالية والله لا غالية على المواطن نص نص حق لي 50 درهم 50 درهم 60 درهم خلطة 1000 ريال كل حاجة منا شوية كويدة شوية قلب شوية ريجة شوية الشحمة 1000 ريال تبارك الله الجمعة. تبارك الله الخيرات موجودة في تادلة وهذا التقليب شحال تتبيعوا؟ خلي 400 500 على حساب بغيتي المصران زيد 100 بغيتي مخلط 400 مخلط 400 ماشي 300 و 400 حيت زعما مناسبة العيد وهذا لا لا هذا البري دائم حيت هذا الرجل عنده الحانوت وتخدم كلاوي ونهبيل وهادشي شوف سيدنا هادو كلشي شركه عرفت 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 انت صورتك في قناه زيتون ومرشاد والماعز في راه انت الماعز واخا معيز زياد هذا كيجي معيز هذا الراجل راه راجل طيب اللي تشوفوا فيه من طابليه البيضاء الله يسلك الله يسلك يا سيدي حلت ليدك علق علق للدري علق تبارك الله كيفاش تنجبد المخ شوفوا واش تعرف جبتو ولا لا لا هات 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 نوريك وين هات نوريك انا اللي عمل قال ديال الراس تاعت المخ ديال المخ والمخ تجبد كلش تجبد كامل شي حاجه ما تبقى منها اسمع هاد الخطره نوريك كيفاش ديري التقنيات تاعت قناه زيتون مرشاد اسمع سيدي ان شاء الله بحول الله غنوريك كيفاش جبديه ولا كان عندك شي مخدبه هرستيه جبدو هذا الرجل كان جات ترجع وغادي صورت عندو هادو هما الجديان ولا حوليات هادو حوليات تبارك الله هادي الغنم ديال العداوات تبارك الله تبارك الله تبارك الله مليح مليح ها ويني علاش تتكبوا فيهم الماء تيكبوا فيهم الماء باقا شويه هنا الصرف اللاخص باقا شويه عصريه ما تعرفوش يسلخوا خاصك تنقي خاصنا نحيو الماء وكذا اياه الله يرضى عليك حنا عندنا الهجي القدام ديال الجمهور وفريكا والشاويه وهادشي اياه وهنا الثومة هذا ماشي من هنا هي الثومة انت من عندنا من الشاوية لا منين ما كنتي احنا مرحبا بك انا برهمي احنا منين ما كنتي مرحبا بك انت برهمي من قريب الكويت ولا بير مزوي بير مزوي لا تبراهيم مشرف لين ما كنتي مشرف سيزيدونا مول المعز ها ها مول المعز غادي انت عدو تاوى هذا هو مول المعز الراجل الراجل الزين هذا هنايا في قسم التادلة كي تشوفوا معنا هذا الراجل عدو الغنمي والمعز تبارك الله تبارك الله هاد الشيء غير صغير بزاف ما كاسرش تبارك الله هادو جديات وهذوك حوليات تبارك الله بشحال تبيع هاد اللحم تاع الجديات شحال 60 درهم 60 درهم جديات والغنمي بحال بحال الله يسهل عليك يا صديقي هذا الراجل المخير اللي قال لينا 60 درهم كل جديان كل غنمي تبارك الله وهذوك الدواور بشحال تتبيعهم؟ 100 درهم 24 26 16 18 الله يسلك الله يبيع هاد 60 درهم عنده جديان هذا كي تشوفوا هذا الرجل البرهمي اللي مشيت فريقان نحييه ونحييه كل
احبابنا في المملكه المغربيه كاملين نحيوهم في مكانو. نهضر على البلد ديالو. تبارك الله. الله يستر. هذه قسمة السوق 2 3. هذا الصديق عندنا في قسمة التادلة في الاثنين قسمة التادلة اليوم، وصديق راجل مخير وراجل زين كما تشوفوا، وعنده شي حاجة مليحة تبارك الله، ونحمل حالك حمر كي تشوفوا تبارك الله معنا في هذه الخيرات. شحال بعتي هذا اللحم الراس؟ الحمد لله 800 بوحده ولا مخلط؟ لا بوحده. بوحده في العظم ولا ما فيهش؟ لا فيه العظم. فيه شي شويه ديال العظم. فيه شويه ديال العظم. ياك وحده. وهاد التقليه بشحال تتبيعها؟ 25 درهم. مخلطه؟ ريه وكريشه. وشويه مصرعه. الشحمه لا. ومغلي شويه. مغلي شويه. ها؟ مغلي. داك الشيء باش نبيعو عندي وناشفه. وداك الشيء لا في ما لا والو. ما عندي ما نسالك. هادي دابا قضيتي عليا لا ما لا والو. ما لا والو. كيما تنجيبها تنحطها. الله يرضيك. شكرا لك. الله يحفظك. واللي بغا وحده شحال؟ 30 درهم. لا بيناتهم مزيانه ماشي مشكل. وهاد البخل شحال تبيع؟ 20 درهم. بحال هكا تبيع ب 20 درهم. تبارك الله الله يسر لك. وهاد الكبده؟ خويا نص نص 70 درهم 1300 نبيعها ب 13 درهم. بحال 60 65 درهم 70 درهم نص نص. شويه الشحمه شويه ديال البورو شويه ديال البورو الكبده واخا. وقول لي اخويا الصديق تاعنا الكبده دايرين فيها الماء ولا لا؟ لا لا ما تديروش؟ لا ما تتغطسوا ولا في السطل لا والو؟ لا والو كيما جات كيما خشيت في الثلاجه. انتم تذبحوا بحال يابس اليوم عاد تبيعوا؟ شريت انا البارح انا. ما عليكش شكرا لك. هذا الراجل راه طيب هنا في الاثنين تاع قسم التادلاق نحييو كلهم سكر قسم التادلاق وحبابنا في المكان والله يسر لك. والعمارة تاخذوا ولا تاخذوا القزارة؟ اشنيا؟ ولي الحم اشنيا؟ الكرعين لا تناخذوها احنا. وبشحال تتبيعوها؟ 3000 28 26. الله يسهل لك يا راجل.